هذا اللي نطرحوه لحسن هيك، علاش الجلسه عقدناها للتقييم وخاصه رفع الاشكاليات. كيفاش كان التقييم؟ التقييم يعني مصر السياحي كان مرضي بصفه عامه بالنسبه خاصه لاصحاب النزول، عشان دوار اصحاب النزول يعني عدد السياح كان كبير هام جدا، المداخيل السياحيه زاد كانت هامه، لكن يقعد الاشكاليات المتعلقه مثلا بالمسالك السياحيه، عشان لابد من تطويرها. اليوم نحكيو باللغه الدارجه نبيعوا كان الحمامات، لكن النجمو وقع مقترح انه لما لا مسلك سياحي بهم الوطن القبلي بصفه عامه، يعني اليوم كي تبيع جربه تبيع وحدها، حمامات تبيع وحدها، لما لا يولي مسلك سياحي الوطن القبلي بصفه عامه. هذا برمي لي بروبوزيسيون بيان اونتوندو. على المستوى الامني بطبيعه الوحدات الامنيه الحقيقه مختلف الاسلاك قاعده تقوم بمهام كبيره ياسر، لانه الولايه شاسعه كبيره، والحقيقه كما شفتوا تعديت مصر السياحي بدون حوادث او هجمات ارهابيه وما الى ذلك، الحمد لله. يعني هذا بفضل كفاءه الاطارات الامنيه نتاعنا، دور كبير زاد يقوم به البلديات مستوى النظافه، ودور هام كذلك الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي لابال اللي تقوم زادا اليوم سي امبيراتيف اليوم يصير تنسيق دائم ما بينها وما بين البلديات لتنظيف الشواطئ نتاعنا، حتى الأسر التونسية وكذلك السياح يلقاو زادا شاطئ نظيف، وهذا برمي البريوريتي. هذا بالإضافة المقاومة الانجراف في البحر اليوم اللي أصبح زادا يمثل خطر ولازم نخدموا عليه في الفترة القادمة إن شاء الله. رسالة للتجار وأصحاب النزل. رسالة هو مزيد العناية خاصة بجودة الخدمات المقدمة للسياح سواء كانوا أجانب أو مواطنين تونس. الموسم السياحي القادم هو شعاره لا كاليتي، توريزم دو كاليتي. دونك لهنا باش نحكيو على سياحه الجوده، لابد من مزيد ساك التكوين كافه الفاعلين في القطاع السياحي سواء كانوا العاملين بالنزل او كذلك زاد حتى منظومه الصناعات التقليديه ما ننساوهاش اللي عندها دور كبير زاد وهام في التسويق للوجهه التونسيه. اذا منظومه التامين الذاتي زاد اللي هي تشكو العديد من الخلالات، اليوم ما فماش تكوين كبير للحراس، حراس النزل، حراس الملاهي، حراس يعني هذوما الناس يلزمهم تكوين هام يصير لهم لتطوير كفاءاتهم، فهمت؟ هذا بالاضافه انه كل ما هو زاد برودوي تيروار لا غاسترونومي تونيزيان فاسون جينيرال، يعني كل ما هو اكلات تونسيه تنجم تكون لابد من استغلال منتوجنا التونسي، كافه لي زانغريديون اللي عندنا في لي برودوي تيروار نتاعنا هذه موروث لابد من استغلاله لتطوير السياحه التونسيه، لانه السائح بصفه عامه الاجنبي يعني لاكورد بوكو داتونسيون على غاسترونومي، هذا هام جدا بالنسبه لنا احنا زاد، وهذا ما نجم يكون الا عبر التكوين الجيد للطباخين نتاعنا زاد في النزول. هذا بالاضافه بطبيعه انه التنشيط السياحي زاد هام جدا، اليوم ندور دعوه كذلك لاصحاب النزول ورؤساء البلديات ومندوبي الثقافه بصفه عامه الى مزيد تنشيط الحياه السياحيه داخل البلديات السياحيه، وهذا هام جدا واثاره باش تكون ان شاء الله ايجابيه على الموسم السياحي.